السلام عليكم يا حبايب قلبي. طبعا معنا هنا اجمل المجات، حلوه جدا باشكال جميله قوي يا حبايبي، وطبعا بالوان مختلفه، وكمان مجات بصراحه شكلها جديد يعني وشكلها جميل، وفي برده هنا مجات شكلها غريب قوي. ان شاء الله هتعجبكم وتنال اعجابكم يا حبايب قلبي. ما تنسوناش بقى كده في لايكات كتير وشير وسبسكرايب. سيبكم بقى طبعا مع المجات الحلوه الجميله ديت، ويا ريت تقولوا لي كده في التعليقات انهي اكتر نوع من المجات اللي عجبكم ونال اعجابكم. مش حبايب قلبي، وما تنسوناش بقى كده في لايكات كتير وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل على قناتي على مجموعات. اتمنى لكم يا رب مشاهده ممتعه، ويا رب المقاطع دي الحلوه الجميله دي تعجبكم وتنال اعجابكم يا رب.
يا سيدي.